إجت فكرة الدمى إنه تم إعلان في جمعية نور المعرفة عن دورة لكيفية صناعة الدمى، يعني جذبني الموضوع خصوصا إنه أنا بشتغل في أشغال يدوية يعني، فقلنا ليش لا. انضميت للدورة وبدينا بصناعة الدمى. كنا نصنع في الأول دمى كرتون للأطفال، تعتبر يعني دمى مسرح، وبعدين اشتغلنا دمى بتحاكي التراث الفلسطيني. الدمى التراثية بتوصل من خلالها الأفكار مبطنة، احنا بدنا نوصلها للأطفال بطريقة جديدة أو بطريقة تناسب عقولهم من خلال مسرح الدمى. فمنلبسها يعني بدنا نحكي عن التراث، فمنلبس الدمية الثوب الفلسطيني التراث. أعرض على صفحتي على النت، بس لقدام إن شاء الله ممكن إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفتح معرض إنه نشتغل فيه هذا الشيء.